طب لما شفت عمرو داخل الوكر او عش الضبابير زي ما يسمى، هو فعلا وكر وكر يعني، لما دخل فيه وعارف ان في الناس دي كلها ضبابير وضبابير بتقرص بطريقه غير عاديه، انا طبعا لما انت بقول لك ما خدتش على عمرو قلت لي لا انا شجعته. طب مرت عليك ازاي الفتره اللي هي فراق عمرو بعد ما ربنا توفاه، مرت عليك ازاي وايه اللي دار في ذهنك؟ هل حق ابني جه؟ هل لازم اخد حق ابني؟ طب بنته اللي اتولدت ديت، يعني في حاجات كده، انت ازاي مرت عليك الفتره دي؟ لا هو الفتره طبعا بنته خففتها لان هي يعني فيها روح عمرو فيها، و يعني كان طبعا كنا الواحد كان متاثر ان مفيش تحرك في القضيه اللي هو اثارها. نعم. لكن طبعا لما برضو ربنا له حكم كتير، ان زي ما قلناها قبل كده ان القرار بتاع ايقاف احمد ده أحمد. صدر يوم عيد ميلاد نبيله، بنته نبيله بنته يوم عيد ميلادها، فدي حاجه دي يمكن الهيه لطفت عليكم شويه وهديتكم شويه. وان ثبت ان هو الكلام اللي قاله صحيح، وبنشوف كل الحاجات دي في التقارير بتاعت بي دبليو سي والحاجات دي كلها، فثبت ان هو كان على حق. وانا سندته لانه كان على حق، وكان الشكوى بتاعته لما راح فرنسا يعني برضو سألوه، بس سألوه كشاهد كل الحاجات اللي هي مقدمة دي وبتاع، وانا رحت فوجئت ان هم سألوني برضو، قلت لهم انا ماليش دعوة انا جاي برافقه وبتاع، قالوا لا قول لنا وبتاع. ثبت ان الحاجات دي كلها فيها حقائق. يعني انت شايف ان حق عمرو الله يرحمه رجع، او انت الى حد ما يعني. الى حد ما.